شنو هما البروفات اللي كنحتاجو باش نديروهم باش نشدو الوراق هنا في اسبانيا؟ هذا السؤال كيجيني بزاف وجات فرصه باش نجاوب هذا الاخ ولا هذه الاخت. اول بروفا اللي تقدروا ديروها، انا عارف شهاده السكنه تقدروا تلقاوها بدوك السمساره دوك ولا هذا الحرام اللي كيبيعوها بالفلوس هنايا، تقدروا تلقاو فيها صعوبه في الاول، ولكن هذا ما كيعنيش انكم ما تقدروش ديروا بروفا. اول حاجه تقدر تمشي لاي سبيطار تقول لهم انا عيان ولا شي حاجه، ماشي ضروري يكون عندك الوراق تمشي، ولكن ضروري يكون عندك شي باسبور ولا شي حاجه ديالك كتثبت الهويه ديالك. تمشي ليزيرجونس ديريكت بار هذا الشيء، كيما تقدروا تكونوا شريتوا شي حاجه مثلا شويه غاليه مثلا من كارفور ولا ميديا ماركت ولا المهم شي بلاصه، ويعطيكم فاكتوره بسميتكم. كاين بلاصه بزاف اللي يقدروا يعطيكم فاكتوره. حاولوا كل 3 شهور تقريبا ديروا شي بروفا بلا ما تلقاو ديك شهاده السكنه. صافي ديك الساعه مين تلقى شهاده السكنه راك تقدر تمشي كل مره كل شهرين ولا كل 3 ولا فوق ما بغيت تيري وحده، وهذيك هي احسن بروفا كاينه. وما تخافوش يعني ماشي ضروري شهاده السكنه تكون عندك كامله عامين ولا كامله 3 سنين باش تدفع الوراق. ايضا الناس اللي منخرطين مع شي جمعيات ولا شي منظمات ولا شي حاجه كيعطيوكم دوك لي كارت ولا ديك لي زاتيستاسيون، حتى هادوك راهم خدامين حتى هادوك بروفات. ولا الناس اللي كيديروا كورسويات ولا كيقراو اللغه ولا كيعطيوكم واحد ماتريكولا، وخا مازال ما كملتش مثلا اللي كيقرا مع شي مؤسسه في اللغه مثلا راه يقدر يقول لهم عطيوني واحد الشهاده بلي راني نقرا ماشي ديال زعما راك كملت ديال اللغه. هادشي اللي تفكرت حاليا، اللي تفكر شي حاجه من غير هادشي كتبها لنا في التعليق ولا يوفق الجميع.